يا مساء الخير على حضراتكم، يوم جديد وحلقة جديدة من حلقات انبوكس. والنهاردة الحلقة حلوة جدا جدا وفيها فقرات حلوة جدا استنوها معانا. بس قبل ما نبدأ خلينا نرحب بأحلى نوران وأحلى الشيف بديع. عاملين ايه يا شباب؟ كله زي الفل. انت لله. عامل ايه؟ الحمد لله والله كله تمام الحمد لله. يا رب دايما يا رب دايما يا رب دايما يا رب دايما. يا جماعة كده ان شاء الله تكون حلقة يعني يكون عند حسن ظنكم بإذن الله، ويكون دمها خفيف كده، ونقدر ان احنا يعني نكون بنقدمها لكم باحسن صورة دايما زي ما حضراتكم كده متعودين. بقالنا فترة بنغطي طبعا احداث معرض الكتاب، والنهاردة برضو معانا حاجات كتير عن معرض الكتاب كمان وتفاصيل كتيرة. لكن برضو خلينا نقول فقراتنا النهاردة كده من الاخر للاول. في اخر فقراتنا هيكون معانا الداعية يوسف عادل، ونقدر نكمل معاه كده بقى مسيرة كلامنا كمان، ونعرف ايه اهم القصص اللي احنا لازم نطبقها في حياتنا في الايام اللي جايه في الايام المفترجه باذن الله. بالظبط كده يا شريف. وكمان هيكون معانا برضو البوك تيوبر عمرو المعداوي اللي هنتكلم معاه عن معرض الكتاب في دورته اللي موجوده دلوقتي، واهم الكتب والناس ممكن تكون عندها اقبال على انهي كتب. وكمان هيكلمنا كتير عن كتب كتير في الدوره دي تم اصدارها. حلو قوي. برضو يعني احنا من ضمن الفقرات برضو هيبقى معانا بقى فقره فيها خبر لطيف جدا. يعني في راجل مجرد بس كده ان هو تعرض لموقف شافه ان هو محرج جدا، وممكن يكون ده بيعدي على اي راجل او على اي بنت او سيده طبعا، لكن برضو دي بتكون حاجه عاديه جدا ممكن كلنا نتعرض لها، ان هو ممكن تكون يعني يكون اللي قدامك يقابلك بالرفض. ان انت مثلا تكون كراجل انك بتروح بتتعامل مع بنت وتتعامل مع ست او عايز تقرب منها او ترتبط بيها رسميا او اي حاجه، وتلاقي ان الرد بالرفض بناء على الرفض اللي هو خده. يعني عايز بقى تعويض 2 مليون دولار. الموضوع غريب، ويمكن كمان ده سبب طريقتي وانا بقدم الموضوع ده. بس لما نيجي نتكلم عن الموضوع ده عايز اعرف خطيبة رفض كم مره، يعني عشان نقسم مع بعض موضوع الفلوس ده. اللي اترفض ايه؟ طبعا ما بتترفضش انت يعني. المهم يعني هنتكلم بالتفاصيل كلها مع حضراتكم طبعا في تفاصيل حلقتنا. بس هنطلع لفاصل على طول ونرجع نكمل معاكم بعد الفاصل. مرحب بيكم مرة تانية في حلقتنا النهاردة من إنبوكس. وزي ما قلنا لكم كده في أول الحلقة، معانا النهاردة فقرات حلوة جدا، ويمكن الفقرة دي دلوقتي هي مواكبة للحدث جدا، وهو معرض الكتاب اللي كل سنة احنا بنحرص على تغطيته بشكل مفصل، وبنحب ندخل في تفاصيل المعرض والفعاليات الموجودة والأقسام كمان اللي بتبقى مقسمة بشكل دقيق جدا الحقيقة، وبشكل في نظام عشان الناس تقدر تدخل تقدر تدور على أنواع الكتب اللي هي بتحب دايما وبتحرص على إن هي تقراها. يمكن الموضوع اللي هنتكلم معاكم فيه النهاردة هو مشروع أو فكرة لطيفة جدا من 5 شباب محترفي التصوير، قرروا إن هم يعملوا جناح خاص في معرض الكتاب عشان يصوروا الكتاب والزائرين اللي بيزوروا المعرض، عشان تبقى ذكرى حلوة ليهم، يبقى معاهم أو ليهم صور كتيرة يقدروا إن هم يتذكروها كل ما بيروحوا المعرض. صاحب الفكرة دي وهو المصور المحترف علاء فريد معانا على التليفون عشان يكلمنا أكتر عن الفكرة، وهل لقت إقبال كبير فعلا من الزوار ومن الكتاب على فكرة إن هم يروحوا يتصوروا صور محترفة جدا من قبل محترفين ومصورين زي علاء كده ولا لا؟ أهلا بيك يا علاء. اهلا بك يا نوران، اهلا بشريف، اهلا باحمد، اهلا بكم كلكم. اهلا بيك، اهلا منورنا. بنورك يا فندم. بنحييك على الفكره، يمكن هي جديده من نوعها. طبعا احنا عارفين انه دايما معرض الكتاب في فعاليات كتيره جدا، وفي ندوات ثقافيه كتيره جدا، ورش عمل واشكال كتيره جدا من الثقافه والفنون متنوعه في معرض الكتاب، لكن فكره يبقى في جناح خاص للتصوير خاص للكتاب والزوار دي فكرة جديدة من نوعها. احكي لي كده الفكرة دي جات لك ازاي وقدرت تنفذها ازاي انت وزمايلك الشباب؟ والله يا فكرتنا يعني فكرة المجموعة كلها بالكامل، احمد وعلاء ومسعود والمجموعة كلها، يمكن بره ما فيش حدث مهم كبير بيحصل الا بيبقى في حاجه اسمها فوتو بروتوكول. يعني دايما اي حدث اي مؤتمر بيبقى فيه فوتو بروتوكول، فيه صوره جماعيه. فاحنا حاولنا ننقل الفكره دي هنا في مصر،
بالنسبه يمكن كان لينا شغل كتير جوه الوسط الثقافي، حفلات التوقيع، الندوات، الكلام ده كله. بعد فتره اكتشفنا ان يمكن ما فيش صور موجوده بشكل احترافي للكتاب الكبار، يعني مثلا رحمه الله عليه الاستاذ نجيب محفوظ، ممكن ما تعرفيش فين النيجاتيف الاصلي بتاعه موجود فين دلوقتي. ومع الوقت احنا عاملين نفقد كتاب يعني كل سنه، يعني رحمه الله عليهم بيتوفى ناس وبتبعد عننا ناس. فجت الفكره ان احنا، طب احنا في معرض الكتاب كده كده بيبقى عندنا شغل، طب ليه ما ناخدش لوكيشن صغير نعمل ميني فوتو سيشن للكتاب، بيبقى بشكل مجاني يقدروا يستخدموا الصور دي بعد كده في 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 الدعايه، في الاخبار، في الصحافه، ويبقى في نفس الوقت وثقناهم وتبقى ذاكره المعرض المصوره او زي ما بيقولوا فوتو بوك. ايوه بدات الفكره. عرضناها كلنا على الهيئه في 2019 والحمد لله قدرنا ننفذها. 2020 برضو نفذناها تاني. 21 و22 يمكن كانت الانشطه في طبعا بسبب ظروف كورونا ما كانتش بشكل كامل. دلوقتي الحمد لله الانشطه رجعت بشكل كامل، والدوله مهتميه جدا بمعرض الكتاب السنه دي. تمام. وبتدعمه بشكل كامل انه يرجع بكامل طاقته، وخصوصا مع في ظل الظروف الاقتصاديه وارتفاع اسعار الورق والحاجات دي. فالدوله بتدعم اي حاجه فيها ترويج يعني للمعرض. وفروا لنا الهيئه العامه للكتاب طبعا ممثله للدوله، وفرت لنا الجناح بشكل مجاني، وجبنا مجموعه من الرعاه تتبنى، لان طبعا عملنا فكره جديده السنه دي قوي ان احنا كمان نطبع للكاتب صورته بشكل فوري وهو واقف. تمام. فطبعا دي بتبقى فيها تكلفه شويه، فجبنا مجموعه من الرعاه كمان تبنوا الفكره وكانوا مؤمنين بيها بشكل كبير جدا، والحمد لله الاقبال علينا يعني فاق التوقعات، لدرجه ان انا يعني انا عشان اعمل مداخله طبعا اضطريت اطلع بره اللوكيشن والدنيا جوه زحمه جدا يعني. حلو جدا طبعا يا علاء الفكره طبعا، وكمان يمكن تنفيذها مش بالسهل خالص، لكن برضو عايز اعرف منك يعني الفكره دي ازاي ساعدت طبعا المؤلفين طبعا والحضور في معرض الكتاب. بص حضرتك، هي على بالنسبه للمؤلفين والكتاب او الناشرين على مستويين. المستوى الاول حضرتك عارف دلوقتي ان الديجيتال ماركتنج ده هو الرقم واحد حاليا طبعا. فالكتاب بياخدوها بيشيروها على السوشيال ميديا، على شبكات التواصل الاجتماعي، فده بيساعدهم من ناحيه الماركتنج يمكن يعمل رواج ليهم. من ناحيه ثانيه بيستخدموها بشكل رسمي على ظهر الغلاف بتاعهم او الترويسه بتاعت الكتب، بيستخدموها في الصحافه بصوره احترافيه بشكل احترافي، بعيد بقى عن يعني الكاميرات ممكن تبقى ضعيفه شويه او كده. احنا السنه دي ما فتحناش للجماهير قوي، طبعا حضرتك عارف المعرض الكتاب السنه دي اقبال رهيب رهيب من الجماهير، لكن فتحناه بشكل جزئي للجماهير. تمام. السنه الجايه ان شاء الله نامل ان الجديد اللي احنا نقدمه ان احنا نفتحها بشكل كامل للجماهير. تمام. والتيم بتاعنا ده محتاجين منه 10 مرات قدوا 10 مرات، لان طبعا حضرتك الاقبال حاليا يعني انا اكاد يكون عدى 3 4 مليون، ما اعرفش رقم بجد رسمي كام، بس رقم كبير جدا يعني. ده الاقبال على المعرض نفسه مش على فكره المبادره اللي انتوا عاملينها للتصوير، صح؟ لا احنا بنتكلم على الاقبال على المعرض. لو احنا فتحناه للجماهير السنه دي هو تجاوز لغايه اول امبارح فعلا التعداد مليون ونص. لا والنهارده بالذات الجمعه حضرتك انت مش متخيل العدد النهارده رهيب يعني. وتقريبا كده هنقول معظم كتاب مصر والناشرين الحمد لله زاروا الجناح بتاعنا، وكلهم يعني الحمد لله كان ردود افعالهم ايجابيه بشكل كبير جدا يعني. طب علاء برضو بالنسبه لردود الافعال للكتاب والمؤلفين لما بيلاقوا حاجه جديده بتتعمل لهم زي صوره وبتتعرض على طول والناس بتعرفهم برضو اكتر، لان معظم الناس مثلا بتبقى شايفه اسم الكاتب او مش عارفه شكله عامل ازاي، زي مذيع الراديو بيبقى حابب صوته لكن هو مش عارف شكله عامل ازاي، مش عارف شخصيته ممكن تكون عاملة ازاي. فكان رد فعل المؤلفين ايه لما شافوا ان انتوا ممكن تنشروا لهم الصور بتاعتهم؟ هو في الحقيقه في الاول كانوا مستغربين يعني ازاي، يعني فكره كانت جديده عليهم. مع الوقت ابتدوا الكتاب هم اللي سموها الصوره الرسميه لمعرض الكتاب. فالكاتب بقى يعني بيدي مواعيد في اللوكيشن زي ما بيقولوا كده، يعني يا جماعه هتلاقوني في اللوكيشن باخد الصوره الرسميه. الكاتب دلوقتي حاليا والناشر اول ما بيدخل المعرض لازم يبدا عندنا ياخد الصوره الرسميه ويبدا وتاني يوم هو بنفسه بيشيرها على السوشيال ميديا، يبدا يعمل بيها ماركتنج، يبدا يعمل بيها دعايه لنفسه. بقت روتين زي حفلات التوقيع كده. بالظبط. هو تقريبا يعني معظم الكتاب بيجوا يبداوا من عندنا ثم يبداوا جولتهم في المعرض على طول. حلو قوي. طيب علاء، يمكن الفكره لقت استحسان كبير جدا من قبل الكتاب، لانه زي ما انت قلت فعلا بيبقى محتاجين ان هم يلاقوا انتشار اوسع ليهم والناس تعرف شكلهم اكتر زي ما كان خطيب بيقول. عايز اعرف منك بقى الزائرين نفسهم رد فعلهم ايه على الجناح الخاص ده، خصوصا ان انت ممكن تكون بتوثق ذكرياتهم مع معرض الكتاب هم واسرهم. هل كان في اقبال من قبل الزائرين برضو زي الكتاب كده، والتفاعل كان عامل ازاي؟
احنا بالنسبه للزائرين عملنا لهم حاجه لطيفه قوي، صورتي مع كتابي، عملنا هاشتاج كده صورتي مع كتابي، ان هم لو حد اشترى كتابه المفضل او روايته المفضله او كده يجي يتصور بيها. فاحنا يعني احنا طبعا نتيجه الضغط الجامد احنا فاتحينها بس بشكل جزئي للجماهير، يعني كل فتره يعني كل شويه بناخد مجموعه من الجماهير ندخلهم. بس عايز اقول لك مجرد ما بنفتح للجماهير الطابور بيوصل يعني بره البلازا، يعني بره اللوكيشن، تمام. فده خلانا ان احنا ان شاء الله نستعد اكتر للسنه الجايه باذن الله. حطينا في خطتنا ان احنا هنعمل اكتر من لوكيشن للجماهير طبعا، وبنحاول نعملها يعني على شكل نوزعها على المعرض بالكامل يعني. طب علاء يعني ما جالكش مثلا فضول تقدر تعرف تقريبا تم تصوير او انت صورت التعداد ممكن يكون قد ايه من الزائرين طبعا على معرض الكتاب؟ بس احنا بنعمل في اليوم ما يقرب من 1500 صوره. 1500 صوره، تمام. ما بين كتاب وناشرين وصحفيين مهتمين بالشان الثقافي، نقاد، حتى شخصيات عامه بيجينا شخصيات عامه كتير جدا. يعني جالنا الدكتور هاني عازر زارنا السنه اللي فاتت، جالنا وزير الشباب والرياضه دكتور اشرف صبحي، جالنا دكتور محمد مختار جمعه وزير الاوقاف. يمكن من يعني لو ما شاف انا معايا وقت ولا لا، بس كان يمكن اخر شخصيه جات لنا او اخر حد خد صوره رسميه ليه وتوفى والله بعدها كان دكتور نبيل فاروق رحمه الله عليه. دكتور نبيل فاروق من الشخصيات اللي اثرت في جيل بالكامل طبعا. فكانت اخر صوره رسميه ليه خدها عندنا. من الحاجات اللي كانت مؤثره جدا ان احنا فوجئنا السنه اللي فاتت في الدار النشر اللي هي بتنشر له عملت موك اب تمثال بالصوره بتاعته. فزي ما تقول يعني خلوا الصوره بقت حيه وبقت الناس تيجي تتصور جنبها، يعني عملوا زي موك اب الناس بتقف تتصور جنبه. فدي كانت من الحاجات اللي حسينا فعلا ان احنا قدرنا نخلد ذكرى دكتور نبيل فاروق رحمه الله عليه. وان شاء الله نكون يعني ربنا يرزقه الجنه باذن الله يعني. فكره هايله جدا يا علاء، واعتقد انه الفكره دي زي ما انت قلت كده هتتوسعوا فيها السنه الجايه، وهيبقى روتين او زي تقليد كده كل سنه معرض الكتاب هيبقى الجناح المخصص للتصوير، خصوصا هو بيوثق اهم لحظات بتمر على معرض الكتاب سواء بقى من الكتاب الناشرين زي ما انت قلت او كمان الزوار. فكره هايله جدا، بنشكرك ونورتنا. شكرا لكم جدا. شكرا ليك. ميرسي ليك على الفكره، حلوه جدا جدا زي ما كانت بتقول. ويعني يمكن فعلا كل الناس بتبقى عندها فضول كده الكاتب شكله ايه دايما، او الراجل اللي كاتب لنا الروايه شكله عامل ازاي عشان يكتب حاجه حلوه كده، او شكله عامل ازاي عشان يبقى افكاره بالشكل ده. لكن خلينا دلوقتي برضو نخش بقى معاكم في الموضوع الغريب جدا من نوعه، وهو من سنغافوره. هو خبر يعني مضحك ومش محزن، بس هو يعني خبر غريب شويه، ان راجل رفع على ست قضيه وعايز منها تعويض 2 مليون دولار بسبب ان هي رفضته، رفضت انها حبه. رفضت حبه، اتصدم. فاتصدم. هو السبب ان هي كان في صدمه في رقيق قوي، ما شاء الله، لطيفه قوي. الراجل في سنغافوره، سنغافوريين الراجل يعني الصدمه ما قدرش، فعايز 2 مليون تعويض. لا هو مش الصدمه بس، هو برضو الراجل برضو رفع قضيه. هو الراجل ما سكتش انها اتصدمته وخلاص. لا هو رفع قضيه عشان قال ايه، هو من 2016 في العلاقه دي، وبسببها هو مدير شركه طيران، وبسببها خسر حاجات كتير جدا. لان طبعا بقى بعد الصدمه دي حصل له طبعا اكيد. طب ومين قال لك ان هم كانوا في علاقه؟ ما يمكن من 2016 بيحاول ان هو يعني يعرض حبه عليها وهي بترفض، يعني هي مع شخص كان حب من طرف واحد يعني. ممكن. انت ما خدتش بالك من اسلوبها؟ معلش انا قاطعتك، ما خدتش بالك من اسلوبها اول ما ردت عليك؟ عشان الموضوع راجل أداها اتغير على طول. لا خالص. ايوه يا سلام. بس احنا هنسيب نوران النهارده. قالتك النهارده علشان اتصدم. علشان اتصدم. ما خدتش بالك يا عم؟ خليها تقول اللي تقول. هو قال لا. الله. خليها يا عم مشروط، مالك في ايه؟ وخليها تقول اللي تقول. خلاص اتفضلي يا فندم. عندنا نوران واحده. خطيب ده بلسم. همشي من هنا الاقيه يقول. ليه تمشي الحلقه بتاعت بكره لو انت مش فيها؟ هتلاقي اداء تاني، تلاقي جايب سيرتك على طول. الاربع مع نور. لا يعني مش شرط ان هو يكون بيحبها وهي بتحبه، حصل كده علاقه مثلا عاطفيه جميله ما بينهم عشان مثلا يتصدم ويرفع عليها قضيه. ممكن يكون كان عنده امل ان هي تحبه، كان بيعرض حبه عليها طول السنين اللي فاتت وهي رفضت. فلما رفضت بقى طبعا قال يعني هي هترفض وكمان ما استفدش بالموضوع، لا لازم اطلع باي مصلحه. فراح رفع قضيه وبيطالب ب 2 مليون دولار. بس الست ما سكتتش الحقيقه، لان هي كمان رفعت عليه قضيه. يلا بقى. مقابل القضيه يلا بقى. اللي هو رفعها عشان هي بتقول ان هو بيسبب لها او تسبب لها في ضغط نفسي كبير جدا، وشعورها بالقلق والتوتر والخوف من الانتقام. ان هو يعني في عدوانيه في التعامل طالما هي رفضت. دي علاقه تبقى خايفه يكون علاقه سامه جدا برضه.
يعني فكره ان انا بغصب على حد ان هو يحبني او يكون معايا او يتجوزني وهو ما عندوش اقبال على ده او ما عندوش نيه ده ازاي اصلا على نفسه؟ دي النقطه الثانيه. مع الناس دي ما بتبقاش قاريه المشهد زيكم كده، يعني بيبقى عندها مشاكل نفسيه. فكره اللي عنده الايجو عالي قوي، حب الذات زياده عن اللزوم، انا ازاي اترفض؟ واللي بيبقى حبه جنوني لدرجه الانتقام، ان هو بيبقى شايف ان الشخص اللي بيحبه لازم يوصل له باي طريقه، وعنده امل وهيفضل مصر عليه، ولو الامل ده ما اتحققش خلاص بيحصل النوع من انواع الانتقام باشكال كتيره مختلفه. انتقام ومواجهه ممكن يعني. مش لازم يعني مش لازم يكون في اذى يعني جسدي او حاجه، لكن ممكن يكون مثلا شوشره، يعمل لها مشاكل مع صحابها، في دايرتها، في شغلها. ما كل دي مشاكل نفسيه كتيره جدا بتسببها العلاقات العاطفيه. والله بصي يعني انا معاكي جدا في الموضوع، بس انا دايما بشوف يعني اشرف الطرق من اي راجل في تصرف في حاجه زي دي بنجتهد والله، بنجتهد وبنتعلم والله. لا بجد والله، بس المواقف اللي زي دي اعتقد ان هو بيبقى اسلم طريقه للانسحاب. انا لا اعتقد، لو انا بحب الشخص اللي قدامي وهو ما فيش بيبادلني بنفس الشعور، اعتقد بيبقى اسلم الطرق للانسحاب. يعني يمكن الانسحاب والصمت ان انا ما اقدرش اكون بحب اللي قدامي ده، حتى لو مختلف معاه او حتى في علاقه معينه وانا قادر ان يكون في صراع او مشكله قائمه، ما اعتقدش ان الرد او التعنيف او الزعيق او اي حاجه. وطبعا انا بقول الكلام ده مش بقول ان انا بعمله 100% لو انا في حد في حياتي، لكن الواحد بيحاول دايما ان هو يعمل ده. اعتقد بيبقى يعني اسمى الطرق الانسحاب والسكوت، واعتقد دي مش هتتفهم ضعف ولا تتفهم اي حاجه، بس بالعكس اعتقد ان لو احتد الامر بين الطرفين، اعتقد الراجل لو بادر بالانسحاب والصمت ان الموضوع ما يتطورش مع البنت قدامه، اعتقد ده نفس الموضوع اللي ممكن نتكلم عليه. منتهى القوه عند الراجل لما يترفض ينسحب بكل احترام وتقدير، ولو شافها قدامه بيتعامل معها بكل رقي، يعني ما يبقاش فيه كراهيه او عدوانيه ما بينهم في التعامل مع بعض، خصوصا لو هم مثلا في جامعه واحده او في شغل واحد او ساكنين في مكان واحد، فده قمة رقي من الراجل. لكن الناس اللي بتعمل عكس كده هي دي الناس اللي بتبقاش واثقة من نفسها، صح. أو ممكن يكون ادى حب واهتمام ومشاعر بشكل فعلا نقي جدا واتصدم، يعني مثلا هي كانت بتحبه فعلا ودخلوا في علاقة عاطفية وبعد فترة سابته، فهي كده كانت بتعشمه. لا هو برضه صرف، ما هو في الفتره دي صرف يا شريف. هو انت وكده من الناحيه الماديه ليه؟ يعني من الناحيه العاطفيه، من الناحيه المعنويه. لا بس برضه الراجل صرف من 2016 عمار يصرف و مين قال لك؟ الله اعلم، احنا مش ما دخلناش بيوت الناس برضه نوران. هو حسبها من 2016 قال لك يعني متوسط ضربه يبقى 2 مليون منه واخد بالك، وبارك الله في مرزق. بس برضه هي برضه، بس خلي بالك في ستات او في بنات عندها نفس الانتقام ده، عندها نفس فكره الانتقام ان هو ما اتجوزنيش او هو قال او رفضني، فبرضه بيبقى عندها فكره الانتقام عموما. اه طبعا والله ربنا يبعدنا عن المنتقمين بقى اللي هم اللي اتجوزوا الستات دول. بص العشم، يعني العشم ده خطر مات. العشم مات. لا خطر بجد، خطر لأبعد درجة. لو أنت حسيت من اللي قدامك باهتمام معين وبادرت أو بقى في طريقة معينة أو أي حاجة، فهنا بيبتدي يحصل عشم من النفس للنفس. ده طبيعي جدا، ودي يعني ممكن نقول زي ما ربنا قايل دي سنة الحياة، وده طبيعي جدا إن ده يحصل. ممكن الانسحاب المفاجئ أو المشكلة أو أي حاجة والواحد مش مدي إخوانه، لأن في المراحل البدايات دايما بيبقى الموضوع ثقة عمياء، كل واحد بيبذل مجهود كبير جدا علشان يوصل للي قدامه أو يحاول يريح للي قدامه، فلما بيحصل تصادم بعكس رد الفعل بيبقى الموضوع مش ألطف مش ألطف حاجة. يعني يا أخي يا شيف، أنا كل يا أخي حلقة ببقى قاعد فيها معاك بحس ان انا عقليتي كبرت وفكري نضج وحصل حاجات كتير جدا. نفسي نزود على ديكور البرنامج طبلة. طب ثواني، طب نطلع نجيب الطبلة. ارجوك يا كريم اطلع بقى. ارجوك يا ميار. خلينا طيب نطلع فاصل سريعا ونرجع نستقبل ضيفنا البوكتيوبر عمرو المعداوي.
طبعا ما ينفعش يكون معرض الكتاب شغال وما يبقاش معانا ومنورنا في الاستوديو صديق البرنامج العزيز جدا على قلبنا البوكتيوبر عمرو المعداوي اللي دايما بيرشح لنا كتب مختلفه نقراها وبيساعد القراء والناس اللي بتحب القرايه على انواع كتب كده يقروها ويسلوا وقتهم فيها، والناس كمان اللي حابه تقرا لكن مش عارفه تبدا منين دايما برضو عمرو بيساعدهم ازاي يختاروا الكتب. كمان عمرو السنه دي هيرشح لنا كتب غير روائيه للناس اللي حابه تقرا انواع تانيه مختلفه غير الروايات، وهنتكلم بقى عن افضل الكتب اللي عليها او تعتبر بيست سيلر او اكثر مبيعا في معرض الكتاب السنه دي. اهلا بيك يا عمرو منورنا. اهلا يا نور، ازيك؟ ودايما بتنورنا. ربنا يخليك، ده لطف والله. ربنا يخليك، مبسوط جدا ان انا معاك. منورنا جدا يا عمرو، وانا مبسوط جدا ان انا معاك. ربنا وانا بحب القرايه قوي وبحب الناس اللي ممكن اخد منها معلومات عن الكتب، بيبقى خد خبره في الكتاب يعني بينجز عليا حاجات كتير ممكن ان انا ادبس فيها في الكتاب، اشتري كتاب مثلا او اعرف كتاب ان انا اقراه وبعد كده امل منه اول حاجات كتير زي دي. عايز بس في الاول اسالك، ايه المختلف في الدوره دي بتاعه معرض الكتاب عن الدورات اللي فاتت بالنسبه للكتب، بالنسبه لدار النشر، بالنسبه للمؤلفين؟ يمكن الدوره دي يعني بديناها كده بتخوف شويه لان الناس ما كانتش هتروح. كان في يعني كلام شويه عن ارتفاع الاسعار و لا الكتب ما بقتش حاجه اساسيه، لا ما حدش هيجي. لكن يمكن من اليوم الاول الناس الناشرين حتى زمايلي والكتاب فوجئوا ان الاقبال يمكن اكتر من السنين اللي فاتت، واستمر حتى لغايه النهارده الاقبال، حتى لو ويك اندز او ايام في نص الاسبوع الاقبال كويس جدا والناس بتشتري، وده يمكن جاي برضو ان الناس لقت خصومات كويسه جدا. دور النشر عاملاها، سواء دور النشر الخاصه او الحكوميه. يمكن هم برضو يعني عايزين يساعدوا الناس وعايزين الناس تيجي، وبيشجعوا الناس اللي هي تيجي وتشتري. فالحمد لله دي كانت ابرز حاجه موجوده ان احنا تخطينا بس ازمه الخوف ان الناس ما تجيش. طب حلو قوي. طيب انت شايف المعرض السنه دي ايه الايجابيات اللي موجوده فيه او اكتر حاجه لفتت انتباهك موجوده السنه دي في معرض الكتاب؟ يمكن دايما نسمع عن ندوات معرض الكتاب ان هي دي للناس الكبار واحضارها ناس كده تقيله بعيد عن الشباب. لا السنه دي مختلفه شويه، جايبين كتاب شباب، جايبين صناع المحتوى. انا كان الحمد لله لسه ليا ندوه امبارح عن صناعه المحتوى في المعرض. فالحضور شباب، الناس اللي على المنصه شباب، ده ما كانش بيحصل السنين اللي فاتت، كانت منغلقه شويه على اسامي بعينها. ما حدش بيبقى عارف مثلا ان في كاتب هو بيحبه ليه ندوه، لا بيبقى في ندوات للكتاب، الناس بتشتري لهم على طول الكتب والروايات بتاعتهم، وفي برامج كمان مهنيه للنشر، ازاي تاخد حقوق كتب اجنبيه، ازاي تنشر الكتروني. ففعلا في يعني برنامج الندوات السنه دي فعلا كان مختلف عن السنين اللي فاتت. طيب عمرو، يعني بالنسبه للناس اللي لسه ما راحتش المعرض ممكن تنصحهم بايه؟ يعني يبداوا مثلا ازاي في المعرض؟ يكون ايه اولوياتهم اللي يبصوا عليها؟ هل ندوات ولا الاول يبداوا يشوفوا الكتب اللي عايزينها او يكتشفوا انهي كتب في انهي دور نشر؟ هو اول نصيحه طبعا يلحقوا علشان هو المعرض خلاص هيخلص يوم 6، اتاخرنا يعني عنهم السنه دي شويه، خلاص فاضل 3 ايام. بالظبط، فخلاص يعني بكره ويك اند وفاضل الحد والاثنين، فاعتقد ان هم يلحقوا يروحوا هيتشجعوا جدا. ويحضر هو محتاج يقرا في ايه، لان المعرض كبير، يعني احنا بنتكلم في 5 قاعات كبيره، وكل قاعه فيها يعني ما لا يقل مثلا عن 40 او 50 ناشر. فانت لو رحت من غير ما تحدد انت عايز ايه بالظبط، هتوه وهتلاقي الوقت راح منك وانت ما حسيت ان انت ما عملتش حاجه. فلازم قبل ما تروح تحدد انت عايز تعرف ايه، تعرف دور النشر فين بالظبط، قاعه ايه ورقمها ايه بالظبط، علشان فعلا المعرض كبير ولازم تروح لمكان طيب معين. طيب اللي ما يعرفش اصلا يعني معرض الكتاب اول مره يروح في حياته وما يعرفش معرض الكتاب مثلا اقسامه بتبقى متقسمه ازاي، يبدا ازاي؟ يعني هو نفسه يروح ونفسه يجيب كتب، وفي ناس بتتوه بصراحه، يعني في ناس بتقول الله انا بحب اقرا في التاريخ، وبعد كده يشوفوا حاجه في الادب الله ادب، مش يعني انواع كتيره قوي. فتلاقي مثلا واحد مش محترف قوي ان هو يروح معرض الكتاب، فتلاقيه راجع بكتب كتيره جدا وفي الاخر قال ايه اللي انا عملته في نفسي ده، انا دفعت فلوس كتير في كتب ومش هقراها.
بالظبط. فناس يعني اول مره تروح تتصرف ازاي وتبدا منين برضو؟ اه زي ما احنا كنا بنقول لازم تحدد اولوياتك. انت عايز تجيب ايه بالظبط؟ يعني ما تروحش اللي هو انا نازل معرض الكتاب واللي عاجبني اجيبه او اللي عليه خصم. أيوة. لا لقيت ناس مثلا طالعين بموسوعه وصف مصر كلهم رحت انا جايبها. طب انت هل اسال نفسك سؤال. أيوة. انت وانت مروح خلاص رجعت بموسوعه هو برضه استخساري يا عمرو يعني. آه. ما المعرض مش هيتكرر غير كل سنه. الناس طب انت يعني انت ماشي جبتها طبعا اي كتاب مش شرط دي. هل انت هتقراه؟ هل هي يعني هيثير اهتمامك لدرجه ان انت اول لما تروح البيت هتقعد وتقراه؟ اسال نفسك السؤال ده قبل ما تجيب الكتاب. اه دي حاجه مهمه جدا. وتاني حاجه اعرف اماكن القاعات. يعني مثلا قاعة 3 فيها دور النشر العربية. هل دي من اهتماماتك ولا لا؟ فلو مش من اهتماماتك ما تروحش. وفر مثلا مجهودك ووقتك لقاعة مثلا 1 و2 اللي فيهم أغلب الدور الشبابية والمصرية. هل أنت مثلا لو عندك أطفال عايز تجيب لهم حاجة يبقى في قاعات للأطفال سواء قاعة 4 أو قاعة 5. 5 دي كلها أطفال. هتلاقي كل الكتب ولعب وفي كمان كيدز إيريا لو حابب تسيبهم شوية وتلف أنت تاخد راحتك. يمكن الناس بتروح بتستكشف عبر ما بتستكشف يكون إيه الوقت راح منه والأطفال فرهضت ومش هيستمتعوا بالمعرض او مش هيبقى فيه يعني الشغف بتاع الطفل ان هو ممكن يستكشف مع اهله اي كتاب. بالزبط. طيب عمرو دلوقتي احنا كنا المفروض هترشح لنا كتب غير روائيه وهتقول لنا عليها يعني فايه اهم الترشيحات اللي انت ممكن ترشحها لنا؟ اه خلينا نبدا كده بالكتاب. مثلا في كتاب بيرشح كتب صادر عن دار القرمة او خلينا نبدا بالموجود على شيء من الحرب شيء من الحرب لمحمد توفيق. ده كتاب بيتتبع مانشيتات الصحف في الحروب اللي خاضتها مصر عبر التاريخ. يعني مثلا وقت حرب الاستنزاف الاهرام كانت بتقول ايه؟ وقت حرب اكتوبر ايه التسلسل يعني اللي كان موجود في الصحف؟ اللحظات اللي مرت على تاريخ مصر ارشيف صحفي للحروب اللي خاضتها مصر. حلو. فالناس اللي بتحب الصحافه اللي بتحب التاريخ هيكون يعني ممتع جدا بالنسبه لهم. هو في يعني ما فيهوش سرد كتير انت هتقعد تتفرج على مانشيتات وصحف وفي نفس الوقت تاريخي. فالناس اللي بتحب التاريخ اعتقد ان ده فكرته حلوه جدا لان في ناس كمان بتحتفظ بالجرايد القديمه يعني بتبقى عندها الجرايد لحد ما تبقى صفره جدا و بالظبط ولغايه النهارده بتتباع في سور الازبجيه في المعرض. مظبوط صح بالظبط. طيب ده برضو كتاب يعني تاريخي سنوات شويه المجهود الحربي. ام كلثوم وسنوات المجهود الحربي ده برضو في الفتره اللي هي من 67 ل 73 الجولات اللي كانت اللي بتعملها أم كلثوم علشان تجمع فلوس للمجهود الحربي سواء في محافظات داخل مصر أو بره مصر في أوروبا في باريس وبرلين وكده. الناس يمكن ممكن تحسبه ان هو كتاب تقيل شوية لكن يعني اللي هيقرأ الكتاب كاتبه كريم جمال في يعني في كمية مشاعر الواحد يعني أنا لما قريته فعلا أنا ما كنتش متخيل عظمة الست دي. يعني احنا بنقرأ هي كانت بتعمل حفلات وبتجمع فلوس لكن فعلا لما بتقرأ التفاصيل لا غير خالص لما تاخد كده الموضوع من بره. حلوة قوي. طيب الكتاب اللي بعديه عين الصقر. ده كتاب عن كرة القدم اسمه عين الصقر لمحمد الفولي. ده مجمع حاجات غريبة عن الدوريات سواء دوري الانجليزي الكرة في الارجنتين الدوري الاسباني الناس مجنونة ازاي بمحد مثلا اسمه مارادونا مثلا اللي على الغلاف ازاي الناس كانت يعني شبه بيعبدوه في الارجنتين واتعمل له ازاي واتعمل له كنيسة باسمه واتعمل له ففي بحث كويس جدا عامله محمد الفولي. الناس اللي بتحب الكورة هيستمتعوا جدا بالكتاب ده. الكتاب اللي بعديه ده الكتاب اللي انا كنت بقول لك عليه قائمة القراءة. ده ترشيحات من كتاب لكتب الناس تقراها يعني مثلا إبراهيم أصلان أحمد مراد مثلا بيرشح الكتب والروايات دي لشباب جدا يروح. جدا يعني فممكن بقى زي ما احنا كنا لسه بنقول اللي رايح المعرض مش عارف يبقى ده دليل ليه يبدأ بالكتاب ده يجيبه يعني يفر كده فيه بسرعة ممكن يعجبه كتاب ويخليه حتى معاه للدورات اللي جاية أو لو ينزل للمكتبات في نص السنة فأعتقد ده برضو ترشيح مهم حلو جدا, ده للكاتب الصحفي طبعا الله يرحمه محمد ابو الغيط انا قادم ايها الضوء.
هو كتبه قبل ما يتوفى. هي مجموعة مقالات ويعني الصراع مع مرض السرطان. فبرضو من الكتاب اللي يعني كتب المقالات اللي مست الناس جدا. فبرضو كتاب مهم. اللي بعديه ده كتاب اسمه دار الرعاية لكاتبه طبيب انجليزي. بره فيه دور رعاية المسنين. هو كان طبيب بيروح في الوردية بتاعته يرعى الناس وبيخرج يروح بيته، لكن هو بيقرر ان هو يعيش معاه يقيم معاه، يعرف الناس دي بتفكر ازاي، ايه احتياجاتها. فانتنقل من هو كونه طبيب بيشرف عليهم طبيا وخلاص بيروح كل يوم ان هو بقى معهم كل يوم. فكتاب فكرته حلوة جدا، انسانيا بيقربنا من الناس اللي هم يعني كبار في السن. كبار في السن، ايه احتياجاتهم، هم بيفكروا في ايه، هل هم محتاجين فعلا طبيب فقط ولا محتاجين حد قريب منه. صح، حلو جدا الكتاب ده. بعدين ده كتاب برضو مترجم، تذكرة نجاة للانطوائيين. يمكن في ناس كتير عندها رهبة شوية ان هي تروح مكان فيه تجمعات زحمة، بيرتاحوا دايما ان هو اول لما تروح هذا هنروح امتى؟ طب يا عم احنا لسه جايين. ده انا ده. طب حلو قوي. ده انا ده. يا عم طب نقعد شويه. لا انا عايز اروح. انا اروح اشغل فيلم واقعد في البيت وابقى انا كده مبسوط جدا. هو الكتاب ده بيشرح الشخصيه دي، بيحللها، وبرده بيقول لك على حلول برده ما تكونش قاسي عليك شويه، يعني هو معترف ان انت شخصيه انطوائيه، هو في الاخر هي طبيعه شخصيه، هو مش مرض. هو بيقول لك ازاي ممكن تتجاوز شويه حته الانطوائيه دي، بس في نفس الوقت ما تاثرش على نفسيتك انت وطبيعه شخصيتك. حلو قوي. المحكمه تستشعر الحرج لادهم العبودي. اسامي الكتب بتشد قوي، الاسامي والاغلفه كمان. الاغلفه بقى لها 3-4 سنين في تطور رهيب جدا جدا، يعني مثلا غلاف زي ده فعلا يشد والاسم يشد. ادهم العبودي هو روائي وكاتب، ولكن في نفس الوقت محامي، يعني هو شغلته الاساسيه محامي. احنا يعني ما عندناش حد شغلته كاتب، هو لازم كاتب وصحفي، كاتب وطبيب. هو ادهم العبودي كاتب ومحامي، فهو بيحكي في الكتاب ده الحاجات الانسانيه اللي مر بيها خلال سنين المحاماه وشغله والناس البسيطه اللي بيقابلها. فبرضه كتاب هيبقى يعني ممتع جدا. هل الناس دايما بتميل برضه للحاجات الحقيقيه بيقروها، سواء كانت طبعا بيبقى فيها جانب روائي او السرد بتاعها روائي، لكن بتبقى لما بتبقى عارف ان دي قصه حقيقيه بتبقى حابب جدا ان انت تقرا وتكمل. بالظبط بالظبط. جريمه الجامعه دي كده رحنا للروايات. جريمه في الجامعه لعز الدين شكري فشير. ده يعني من افضل الروائيين الموجودين حاليا. الروايه اللي فاتت بتاعته باسم فرح كانت مترشحه لجائزه البوكر العربيه في القائمه الطويله. دي الروايه لسه نازله كمان في المعرض، فاعتقد هتكون ترشيح كويس جدا. روايه تانية باسم اسمي مصطفى محمود للكاتب الصحفي وائل لطفي. هي روايه وسيره ذاتيه في نفس الوقت. هو سيره دكتور مصطفى محمود اللي كانت مليانه بالتحولات، التحولات الفكريه والتحولات الدينيه، وعملها في شكل روايه في شكل فصول صغيره. فاللي بيحب طبعا شخصيه الدكتور الكبير مصطفى محمود الله يرحمه هيحب ان هو يعرف اكتر عن حياته والتحولات اللي مر بيها. حلو قوي. دي الدامة، الرواية الجديدة دي محمد صادق. يمكن محمد صادق الشباب بيحبوه جدا، بيحبوه جدا. وطبعا علشان الرواية الأشهر ليه تحولت لفيلم، فالناس دايما منتظرة ان هي تشوف هو بيكتب ايه جديد. والميزة كمان في صادق ان هو تقصد هبتة صح؟ هبتة ما بيخافش ان هو يجرب افكار جديده، يعني هو مش راجل نمطي. هو ما عملش هبته مثلا 4-5 مرات، لا هو هبته نجحت فخلاص نخش نشوف فكره جديده، حاجه مختلفه. بالظبط. المتآمرون دي روايه من كوريا الجنوبيه. الكفر شكله حلو فظيع. ويعني يعني في اسقاط اكياس قمامه كده، اكياس قمامه كده مقفوله. هي بتتكلم عن برضو الجريمه في كوريا الجنوبيه. ده ادب كوري مترجم من ترجمه محمد نجيب. يمكن احنا بقالنا برضو 2-3 سنين كده في
طفره في الافلام والدراما الكوريه جدا، فانا حبيت اعرف طب الطفره دي جايه منين، الناس دي بتكتب ايه. فلما قريت الادب الكوري لا الناس دي فعلا متطورين جدا، الروايه لما تقراها جميلة جدا جدا يعني، دي بتعكس فعلا التطور اللي حصل في الدراما عنده. الحقيقة يا عمر يعني التشكيلة اللي انت يعني فتنا بيها دلوقتي وفت الجمهور والمشاهدين بيها رائعة، لان هي مختلفة ومتنوعة جدا وفعلا بعيدة عن الكتب الروائية. في روايات ولكن في اكتر، يعني اللي حابب يتكلم عن سيرة ذاتية للفنانة ام كلثوم ورحلتها مع المجهود الحربي كانت رائعة وعظيمة. مثلا قصة كاتب محامي يكتب الجوانب الانسانية من القضايا. فالحقيقة انت عملت لنا تشكيلة وتنويعة جميلة جدا جدا، وطبعا يعني اكيد في كتب تانية موجودة في معرض الكتاب سرية برضو الناس تقدر تقراها وتستفيد منها بشكل كبير جدا. أكيد. أحب أن أنت تعرفنا برضو إيه أكتر الكتب الإقبال عليها كبير أو أكتر الكتب مبيعا في معرض الكتاب، زي ما كل سنة كده بنقول في كتاب الأكثر مبيعا والأسوأ مثلا تأليفا أو كتابة. يمكن المفاجأة السنة دي هي طه حسين، من الشخصيات اللي هم مركزين عليها السنة دي في المعرض، وأعادوا كتب يعني طبع الكتب بتاعته في هيئة الكتاب. الطبعات بتخلص يعني الناس بتروح هما يعني تقريبا 8 أو 10 كتب في قطع صغير كده، الناس بتروح تشتريها من كأنه أول مرة ينزل نزل كتب. زي الدورة اللي فاتت كان طبعا نجيب محفوظ كان البطل بتاع الدورة ساعتها، وكان برضو دار النشر بتاعته كانت طبعت كتير الروايات بتاعته. بالظبط، وكمان عشان نجيب محفوظ يعني راح لدار نشر جديدة بأغلفة جديدة فشدت الشباب جدا. أغلفة يعني حديث، احنا أول لما شفنا الأغلفة قلنا لا دي يعني غريبة جدا، بس هي يعني شدت الشباب جدا. أغلفة زي ما احنا شفنا كده، الأغلفة فعلا حصل فيها تطور كبير جدا. طيب عمرو، عايز أسألك برضو على السلبيات اللي انت ممكن تكون بتشوفها سواء في المعرض أو من القراء أو من المؤلفين. أنا يعني حاسس إن المعرض عايز اهتمام إعلامي أكبر من كده، يعني في ناس لغاية النهاردة ما يعرفوش إن هو اتنقل من مدينة نصر للتجمع. يعني بقاله 4 سنين بنقول، او هما يعني لسه ما راحوش. طب هو مكانه فين بالظبط في التجمع؟ هو ما يعرفش المكان، ما يعرفش مثلا ان في ندوات بتجيب كتاب الشباب اللي هو بيقرا لهم. ما يعرفش المعلومه دي، هو عمره ما طلع مثلا. الندوات دايما بتكون في الدور اللي فوق، هو عمره ما طلع الدور اللي فوق ده، هو اخره طبعا في القاعات اللي هي فيها دور النشر. بيشتري يعني اعتقد لو في اهتمام اكبر يعني مجهود كبير جدا، الاسامي اللي احنا بنجيبها مهمه، فلو نعرف كمان الناس ان هو اللي بيروح المعرض هو عارف، هو خلاص عارف هو بيروح فين كله. بس احنا نقدر نجتذب ناس جديده ما كانتش بتروح بالدعايه، وان احنا بنجيب الاسامي اللي انتوا بتحبوها. طيب عمرو، برضو من خلال يعني نظرتك كده لمعرض الكتاب الايام اللي فاتت، شايف ايه اكتر فئه سنيه او عمريه مقبله جدا على معرض الكتاب؟ هل الكبار في السن ولا الشباب اكتر ولا المراهقين ولا نسب متساويه الى حد ما؟ لا انا اعتقد اللي هو الفتره اللي هي الشباب اللي في الجامعه هي دي اكتر ناس مقبلين على المعرض، طبعا بسبب ان احنا في اجازه نص السنه، فهو بالنسبه لهم فسحه يعني. احنا بنجمع نفسنا 5 6 اصحاب، احنا رايحين المعرض النهارده، خصوصا مثلا لو هو في كاتب بيحبوه رايحين مثلا حفل توقيع بتاعه، فهنقعد ونوقع الكتب وهنلف في المعرض شويه. فاعتقد دي اكتر فئه بتجتذب الناس، ويمكن السبب الرئيسي هي فعلا اجازه نص السنه. طيب عمرو، عايز اسالك سؤال بقى شخصي. اتفضل. انت قبل المعرض بتكون عامل زي خطه لنفسك او حاطط مثلا فلوس معينه عارف ان انت هتصرفها في الكتب، ولا بتبقى بتشتري الحاجات اللي انت بتحبها او الحاجات اللي انت عندك فضول ان انت تقراها وخلاص؟ والله يعني بعمل الحاجتين. بعمل قايمه. الفلوس ضايعه مش مشكله. بالظبط. بس ايه، بعمل حاجتين، ببقى عامل قايمه انا دول هروح اجيبهم كده كده. حلو. وحاجه تانية انا بسميها استكشاف. بعدي كده في غلاف عجبني، زي ما احنا كنا لسه بنشوف الاغلفه، اسم كتاب عجبني، واقف مثلا في دار نشر فلقيت الشاب اللي واقف بيرشح لي كتاب فاعجبت بفكرته، فبعمل الاثنين في قايمه دي شخصيه انا محددها من قبل المعرض،
وبرضه بسيب لنفسي مساحة للاستكشاف في دور النشر المختلف. طيب عمرو، يمكن برضو بقينا نلاحظ كده في السنوات الأخيرة بقى في البلوجرز والإنفلونسرز متواجدين بشكل كبير في معرض الكتاب، ومش بيبقوا زوار فقط ولكن بيبقى ليهم ندوات وبيقعدوا يتكلموا عن خبرتهم ومشوارهم في السوشيال ميديا. في منهم اللي بيقدم محتوى قيم، وفي منهم اللي بيقدم محتوى يعني مش قوي قوي أو مش على قدر الناس اللي بتزور معرض الكتاب وحابة انها تقرأ بشكل مستمر. انت شايف ان في تعارض ما بين البلوجرز او الانفلونسرز مع معرض الكتاب، لانه اللي بيتفرج على محتوى مثلا مش قيم قوي ده بيبعده اكتر عن ان هو يتجه للقراية والتثقيف. طب خلينا يعني بص لها من زاوية تانية. انا دلوقتي ناس بتتابعني شباب صغيرين، انا مثلا بلوجر عملت كتاب وعامل حفل توقيع في معرض الكتاب، فهيجي لي عدد لا بأس به من الفولورز. أشوفها من ناحية إيجابية، الناس اللي هتيجي دي ممكن تكون أول مرة تيجي معرض الكتاب، هم جايين عشان شخصي، هم متابعيني مثلا على فيسبوك ولا إنستجرام وجايين عشان الشخص ده. بس هو ممكن هو واقف في طابور بتاع التوقيع يعجبه كتاب، يبص مثلا يلاقي في ناس في حفل توقيع تاني عليه مثلا زحمة، يعني فرصة كويسة ان هم فرصة يعني هو يعني من غير ما يقصد. بس خد بالك انا قلت المحتوى الغير قيم الى حد ما. يعني ماشي انت بتقدم محتوى قيم. لا ماشي اوكي، يعني بس في نفس الوقت في ناس بيقدموا حاجات فعلا كويسه. أكيد. اكيد مثلا بلوجر او كده او يوتيوبر. يعني مثلا زميلتي في عامله كتاب اسمه اليوتيوبرز، ازاي تبدا قناه على اليوتيوب. اي قناه، مش يعني برضو بتكلم عن الكتب بس ازاي تبدا وايه المعدات اللي تستخدمها، فدي حاجه مفيده جدا. لو حد عنده تجربه حياتيه وحابب ان هو يكتبها برضو مفيش مانع. هو فكره برضو ان احنا نخلي الشباب يقرا كتاب، دي يعني انجاز في الوقت اللي احنا فيه ده. يعني حتى لو المحتوى مش قيم دلوقتي هتبقى بدايه ان هو يقرا حاجات تانية اعمق واحسن. طيب معلش عايز اسالك برضه سؤالي علاقه بالبلوجرز او الانفلونسرز، هل لاحظت انه في حد مثلا من المؤثرين ليه كتاب في معرض الكتاب وعليه اقبال السنه دي بشكل كبير؟ لا والله يعني مش متذكر قوي. بس على فكره انا حاسس ان الظاهره قلت شويه السنه دي. يعني مش بنفس القوه بتاعه السنين اللي ظاهره الانفلونسرز والبلوجرز اللي هم بينزلوا كتب. معرفش ايه سببها، يمكن ما نجحتش زي ما هم كانوا متوقعين. هي ستيل موجوده بس هي قلت شويه على السنين. زي مثلا من 5 سنين كانت روايات الرعب مسيطره على معرض الكتاب. دلوقتي لا، مش ده المسيطر. الناس اتجهت مثلا زي ما كنا بنقول لكتب التاريخ. ودي حاجه كويسه، فهي زي ما تقولي كده موجات، في حاجه بتطلع، بيبقى في موضه او فاشن في برضه في القرايه، والناس ممكن تكون بتتطلع لايه. بالظبط. عمرو انا عايز اقول لك ان انت نورتنا جدا، ربنا يخليك. والكتب اللي انت اتكلمت عليها النهارده يعني اكيد كتب حلوه جدا، وانا كنت بتمنى ان انا امتلك الكتب دي برضه. وناس كتير جدا يا ريت يروحوا لمعرض الكتاب، وهو لسه فاتح لحد يوم 6 ان شاء الله، وتستمتعوا، وكمان جيبوا الكتب اللي انتوا عايزينها واقروا. القراية مفيدة جدا وحلوة جدا. بنشكرك عمرو جدا جدا، ربنا يخليك. مبسوط جدا انا. بس خلينا نطلع لفاصل سريعا ونرجع مع الفقرة الدينية مع الداعية يوسف عادل اللي بيقدمها الشيف بديع. يمكن دايما واحنا في حياتنا كده ماشيين اتعودنا دايما في بيوتنا نسمع اهالينا، ويمكن الناس الكبار اللي اكبر مننا واللي علمونا كل حاجه في الحياه والاسس كده، خصوصا الاسس الدينيه. يقول لك اي حاجه تحصل لك قول الحمد لله. اي شيء، حاجه حلوه، حاجه وحشه، فرحه، حزن، اي حاجه في حياتك دايما بتقول ايه؟ تشكر ربنا وتقول الحمد لله. ويمكن لو هي مصيبة وقلت الحمد لله ربنا يعدل لك الأمور، ولو هي حاجة خير وقلت الحمد لله ربنا يزودها لك أكتر وأكتر. وأكيد النهاردة احنا بنتكلم عن الشكر ربنا أو الشكر لله،
وكلمه الحمد لله، ونعرف كمان ايه هي بقى الفوائد اللي اكتر من الكلام المعتاد اللي احنا دايما عارفينه، واللي انا كمان لسه كنت بقوله مع الداعيه يوسف عادل. ازيك يا يوسف حبيبي يا شيخ؟ الاخبار الحمد لله. الحمد لله يا رب. الحمد لله دايما. كل حلو الحمد لله. من اجمل الكلمات هما كلمتين دايما متعودين عليهم، زي ما انت قلت يا شريف، من اجدادنا ومن ابهاتنا ومن الناس الطيبه الكبيره اللي اتعلمنا منهم كل الخير، فدايما تلاقي على لسانهم كلمه الحمد لله. سبحان من لا يحمد على مكروه غير الله، ونقول الحمد لله. هو ربنا اللي ممكن تبقى حاجه من وجهه نظرنا تحصل لنا مكروهه، لكن ما فيش حد في الكون بيحمد على مكروه غير ربنا الله عز وجل، لانه هو في النهايه كلمه الحمد لله او مكروه بيحصل لنا هو في النهايه بيزود الحسنات، وفي النهايه بيبقى ابتلاء، وفي النهايه بيبدا تحصل تصفيه، لان احنا موجودين في الدنيا في اختبار، وكل ما بيحصل مكروه كده او حاجه تخبطك كده او يحصل اي حاجه وتقول الحمد لله، فهي سيئات بتتشال وحسنات بتتحط. لكن هي كلمه الحمد لله كلمه شامله قوي، كلمه كبيره قوي، عشان كده الانسان يبدا يفكر في حياته الحمد لله على لسانك كم مره في اليوم، والحمد لله على ايه. يعني النهاردة الكلام الحمد لله على نعمة الصحة، الحمد لله على نعمة ان احنا بنشوف، الحمد لله على نعمة كذا، لا، هو الحمد لله على معاني كتير قوي. هو اولا الحمد لله ان ربنا ادانا الفرصة ان احنا نقول الحمد لله. بالظبط. الحمد لله ان ربنا هو ربنا. الحمد لله ان اللي هيحاسبنا هو ربنا. الحمد لله ان بعد ما بنغلط كل الغلطات دي ففي رب كريم بيغفر لنا ويسامح، يعني وبيتجاوز. يعني احيانا بقول سبحان الله، ربنا يرزقنا بحاجات حلوه قوي. ربنا لو شخص، لو باباك، لو مامتك، ولله المثل الاعلى، ممكن ما يستحملكش، لكن الله اللي خلقك لا يستحملك ويصبر عليك ويسامحك ويغفر لك ويعفو. يعني مش صح. مش يسامحك وخلاص، لا لا لا، ده كانك ما عملتش ذنب. لا مش كده وبس، ده من كرمه، ده انت سيئاتك بتبقى حسنات. فالحمد لله يستحق ان احنا نحمد ربنا على طول، يستحق ان احنا دايما على لساننا الحمد لله. الحمد لله تملا الميزان. الحمد لله تخلي ميزان حسناتك تقيل قوي ويزود لك حسنات كتير قوي. لا ومش كده وبس، يقول الله عز وجل ولئن شكرتم لازيدنكم. كل ما هتشكر ربنا كل ما ربنا هيزيدك، كل ما هتحس بفضل ربنا عليك ونعمته ربنا هيديك. صح. علشان كده قيمة الحمد لله في حياتنا لازم تبقى كبيرة قوي، ونعلمها لكل أولادنا، وأول حاجة تحصل تبقى على لساننا الحمد لله، قدر الله وما شاء فعل، وبعد كده نبدأ نفكر في الحاجة اللي حصلت. قصة الأبرص والأقرع والأعمى، احفظوا معايا يا شريف عشان لو إيه، لو في اسم ضاع منه ده. الأبرص والأقرع والأعمى. حلو كده؟ حلو. المهم ربنا ثلاثة من بني إسرائيل، وحديث ده حديث صحيح في مسلم. فتلاتة ربنا بعت لهم ملك على هيئة بشر بيختبرهم. فراح للأول واحد الأبرص قال له نفسك في إيه؟ فطبعا طبيعي قال له نفسي إن أنا جلدي يبقى كويس ولوني يبقى كويس. الناس بدأت إيه؟ أول ما بتشوفني بتبعد. فقام ماسح على جسمه، ما شاء الله بقى جسمه زي الفل وبقى لونه كويس وكده. قال له طب نفسك في إيه في المال؟ قال له الإبل. قام مديله إبل. قام جاي للأقرع، نفسك في إيه؟ أكيد يبقى عندي شعر وشكل جميل، إداله الشعر. نفسك في إيه في البقر؟ خد البقر. راحوا لمين؟ للأعمى. نفسك فيه؟ أكيد البصر يرجع لي، فرجع له البصر. وعايز إيه؟ الغنم، فخد غنم. عدت عليهم أيام طويلة، بدأ ما شاء الله، بدل اللي كان عنده البقر والإبل والغنم، كل واحد بقى عنده واد، يعني جبال كده، عارف أنت، ناس أعداد مهولة، من كل واحد خد الحاجة. بص هنا الاختبار والابتلاء عشان كل إنسان يبدأ يفكر في النعم اللي عنده. فربنا أرسل ليهم برضه ملك بس على شكل بشر، وكل واحد بالابتلاء اللي كان عنده. فراح لاول واحد للابرص قال له ايه؟ انا مسكين وماليش حد، ممكن تديني حاجه لله؟ فقابله كده للاسف بجفاء. فقال له انا حاسس ان انا فاكرك قبل كده، هو مش انت كان عندك قبل كده المرض ده؟ فقال له لا 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 لا، ده انا من زمان اصلا، ده انا من زمان وانا غني، ده انا من زمان انا اصلا كويس وجميل وحلو. انكر ذاته. انت مين؟ امشي ابعد عني. أم رايح لمين؟ للأقرع. رد نفس الرد بتاع الأبرص. أم رايح لمين؟ للتالت. الأعمى. فالأعمى قال له بقول لك إيه؟ أنا كنت فقير فأغناني الله، أنا كنت كفيف فكفاني الله ورد علي بصري، خذ ما شئت هذا مال الله.
قال له ربنا يبارك ليك في مالك، انت اللي حمدت نعمة ربنا باللي انت عملته ده. والاثنين التانيين رجعوا فقرة تاني، وكل واحد رجع بالابتلاء بتاعه والموضوع انتهى. ناخد من القصة دي في حياتنا، احنا مقدرين نعم ربنا في حياتنا؟ طب نعم ربنا اللي هي ايه؟ اللي هي على طول بنقعد نسمعها نعمة ربنا. ده خلي بالك نعمة النفس ايام الكورونا، ربنا يا رب ما يرجعها تاني ايام يا رب. لما كان حد بيحصل له حاجة فكنت تلاقي يحط الاكسجين، فتلاقي يقول لك ايه المنظم بتاع الاكسجين، طب ليه يا جماعه لازم تظبط الدرجه دي ويدخل مقياس مش عارف 1.5 نسبه معينه من الاكسجين، مش فانت مش زياده. تقعد تبص يا ده ربنا عمره ما اتعامل معانا كده، ده احنا حد حاسس لا في اجهزه راكبه ولا في حاجه، هو ربنا. فانت قاعد بتتنفس براحتك وبتعمل كل حاجه براحتك، هل دي محتاجه حمد؟ اه طبعا محتاجه حمد، ومحتاج حمد ان احنا الحمد لله بصحه جيده. لكن في حاجه ثانيه، في حاجات تانية اللي نفسي اسلط عليها الضوء النهارده. انت انسان بتحس بغيرك؟ يعني ايه بتحس بغيرك؟ يعني سيبك من انك تلاقي حد في الشارع هو دي المهنه بتاعته، لا، انت لو حد قريب منك، من اسرتك، من العماره بتاعتك، من الحي اللي انت عايش فيه، من القريه بتاعتك، من العماره بتاعتك، لو حاسس ان هو ظروفه صعبه، لو حاسس ان ولاده ممكن النهارده اليوم ده ما يكونش عندهم اكل ياكلوه، ولا ممكن يكون لبسهم كويس، انت من قلبك بتحس انك انت حاسس بيهم؟ بتحس انك انت بتتقطع علشانهم؟ بتحاول انك انت تعمل اي حاجه علشان تقف جنبهم؟ قول الحمد لله انك انسان. طبعا. لان الاحساس ده مش موجود عند ناس كتير. ده بالعكس، ده في ناس النهارده بتدي مبرر ليها علشان خاطر ايه؟ يقول لك طب وانا مالي؟ هي دي مسؤوليتي؟ اشتغلوا، ايوه ما هم بيشتغلوا. طب ما نعمل كذا، ايوه ما هم بيعملوا كذا، بس انت حسيت بده، فتقول الحمد لله ان ربنا مديك نعمه ايه؟ الاحساس انك انسان. عارف يا يوسف، ساعات بيبقى معايا بنات اختي في العربيه، ويلاقوا مثلا في اشاره او حاجه يكونوا مثلا هم بيتخانقوا مع بعض، واحده نفسها مثلا تعمل حاجه معينه، حاجات زي كده، فيجي موقف كده قدامنا هم ما ياخدوش بالهم، بس هم لو خدوا بالهم من البنت او الولد اللي في سنهم بيحصل صمت في العربيه. يقول لك ايه ده، حرام، مش عارف ايه كذا. قلت لهم بقى تخيلوا نفسكم كنتوا في الوضع ده، وانتوا النهارده مش مقدرين اللي انتوا قاعدين فيه. لا والله احنا مقدرين، وبيردوا، بس برضو بيبقى تقديرهم لحظي طبيعي لسنهم ولسه عدم وعيهم كذا. احنا الكبار ساعات بنشت وبنرجع تاني، لكن لا يعني بلفت نظرهم لحاجات زي كده، ان هم انت ربنا يديكم دلوقتي نعمه، انتوا قاعدين في عربيه، قاعدين مش عارف ايه، وعلى فكره ربنا انعم عليه بحاجات انتوا لو عرفتوها ممكن تتمنوا طبعًا انتوا تاخدوها منه، والعكس طبعًا صحيح طبعًا. فببدا ان هو اخش لهم من حته ايه، ال 24 قيراط متوزعين ازاي، الله يا شيخ، وداخلين اللي داخلين ازاي. لان انا ساعات النهارده بقعد اقول انا نفسي لسه بقى احقق كذا وكذا وكذا وكذا، وساعات لما اجي اشوف مثلا زمايل ليا او حاجات زي كده ببقى نفسي ان انا اساعدهم الله لحاجات معينه. مش الواحد بيدعي المثاليه، لكن الواحد عدى عليه حاجات كتير كانت مش سهله طبعا، مش سهله ايا كان الواحد طول عمره متربي في اي مستوى او اي حاجه. لا يعني يا ربنا الوحيد اللي يعلم ايه اللي خلف الابواب طبعا، ايه اللي جوه البيوت. فدي بتبقى المنظومه دي باجي ساعات لما اجي اتكلم فيها، انا لا في ناس عايشه مش هنا طبعا. تيجي احلى كلمه من احلى الحاجات اللي قلتها شريف في النص بتاعت ايه، الواحد عدى بكتير وشاف كتير طبعا. تعرف ان دي محتاجة حمد طبعا. يعني ايه بقى؟ كنت لسه بقول النهاردة احيانا دروس الحياة، الدروس اللي عمر في حياتك ما هتاخدها من كورسات، ولو دفعت مئات الالاف، دروس الحياة تعلمك. يعني ايه؟ يعني اللي انت بتقوله ده شف نعمة الابتلاء، ده ربنا يبتليك. يعني ممكن انسان، خليني اقول لك دي بقى محتاجه حمد لحد ما الانسان يتحط في قبره، يعني انسان يتعرض عليه فتنه، فالانسان يضعف قدام الفتنه اللي اتحطت قصاده، فتنه مال بقى، فتنه اي حاجه، يضعف اي يضعف مره واثنين وثلاثه هيجي له مره فهو ضعف، فضعف فراح للفتنه. يوم ربنا عشان بيحبه، يوم ربنا عشان عارفه باسمه، يقول له تعالى انا عايزك، فيقول له تعالى انا عايزك ازاي، يرمي له الابتلاء. كان ممكن يسيبه، كان ممكن يسيبه في الفتنه بتاعته، كان ممكن يسيبه ويغرق في فتنته لحد ما يقابل ربنا صح. لكن ربنا علشان بيحبه، وربنا علشان عارفه باسمه، وربنا علشان عايزه يبتليه ابتلاء فيه لطف، عشان يقول له ايه، تعالى ارجع لي
انا بحبك لو ما تشتغل انا عارفك نرجع بقى الله. فلما تلاقي ربنا بيعمل معاك كده ده انت تفضل لحد ما تتحط في قبرك تقول الحمد لله. طب ما انا غيري قعد سنين طويله غرقان في الفتن نفس الفتنه اللي انت وقعت فيها صح. طب هو ربنا ليه فوقك انت؟ عشان بيحبك. بس ربنا عادل فربنا اكيد بعت له رساله واثنين وثلاثه هو ما خدش باله ما خدش اكيد ممكن يبقى رماله ابتلاء بس هو مش عايز ياخد باله. لكن علشان انت في علاقه بينك وبين ربنا في سر بينك وبين ربنا فيبتليك بلطف كده ابتلاء كده كان ايه ولله المثل الاعلى بيقرص لك ودانك ويقول لك ايه ده. فانت بتترجم فتقعد تفكر طب انا ايه اللي وصلني للفتنه دي؟ طب انا المشاكل اللي حصلت في حياتي دي كلها طب ايه سببها؟ انا كنت من كام سنه حصل كذا طب يمكن هو ده السبب. فتبدا تدور فتصلح فتقول الحمد لله صح. ان ربنا نور البصيره بتاعتك علشان ايه؟ علشان تفوق وتفهم ابتلاء ربنا ليك فيتحول الابتلاء من محنه لمنحه ويتحول الابتلاء صح. اللي ربنا حطك فيه والذنب او الفتنه اللي انت رحته يتحول ان يخلي كل حياتك تتغير من الحاجه الوحشه تلاقي بقى طريقك كله ماشي في الخير وتلاقي نفسك مبسوط ومرتاح. وخلي بالك ويرزقك بكل الناس الطيبه. انت عارف الحمد لله على ايه كمان؟ على اولاد وبنات. بنلاقي بوستات كتير قوي انا الناس كلها ما تستاهلنيش انا عارف انت البوستات العظيمه العميقه دي احيانا بتبقى محتاج الحمد لله ان ربنا بيخرجك من وسط ناس معينه ممكن تبقى الناس دي جميله وحلوه مش وحشه هم مش سبب اللي انت كنت فيه بس قد يكون وجودك انت في وسطهم ما كانش صح. صح فلما تخرج من وسط الشله دي او تخرج من وسط الناس دي او يبعد عنك حد معين او يبعدك انت عن حد معين قد يكون ربنا بيطلعك من حته علشان يدخلك في حته تانية فتقول الحمد لله. لكن ما نقولش الحمد لله اصل انا ما يستهونيش الحمد لله اصل انا مش عارف ايه. عارف انت البوستات دي يا جماعه يا جماعه نهدى يا جماعه احيانا في بوستات بتتكتب انت ممكن تبقى انت على فكره يعني ممكن لما حد بيجي يقول لك الناس والوحشه والناس اللي طب انت مين قال لك ان انت من الناس الحلوه؟ ما يمكن انت اللي من الناس اللي كده. لما تيجي بقى تلاقي بص مثلا الناس بتتكلم عن نقاء القلب فتلاقي الناس كلها بتشيره على اساس ان هي يا عيني بقى ايه القلب ده لو فتحناه بفتح يا جماعه ما يمكن انت اللي فيك المشكله. فكل انسان يقول الحمد لله ان ربنا مخليك باصص في ورقتك ربنا مخليك مركز في حياتك ربنا مخليك انك انت عايز. هو النهارده يعني في موقف حصل في بطوله سباحه لسه امبارح ام بتشجع ابنها وده طبيعي فبتقول له ايه قالت جمله حتى عجيبه بتقول له اسحقهم يا مازن حاجه كده او اسحقهم يا مازن حاجه كده. حتى الجمله يعني اللي هو في حد واقف جنبها كده انا سامع ده وقعد واقف ومبتسم فبتقول لها ايوه يسحقهم ليه يا مدام يعني ما تشجعيه. فانا لما جيت فكرت وبالذات وسبحان الله طلعت بشاهد حلو قوي السباحه انت النهارده كل واحد في الحاره بتاعته انت ليه بتعلمي ابنك ان انت عايزاه يفوز فانت خليه ان هو قولي له بطل يا مازن انت جدع يا مازن هتقدر يا مازن هو ماله باللي جنبه صح. هو في النهايه هو معاه طريق وهيوصل للنهايه وياخد رقم قياسي. ليه بنربي ولادنا على ان انجح على حساب غيرك؟ حساب غيرك لازم تقف ما هو هيطلع جيل عامل كده. فانا استغربت قلت الولد ده هيطلع عامل ازاي وتلاقي بقى الصوت طالع يا شريف اللي هو انت داخل يا جماعه نهدى. فلما تحس ان انت فاهم يعني ايه تربي ولادك او ما شاء الله انت من الناس اللي نصحت ولاد اختك ما حدش بيعمل الموقف ده وتبدا تاخد اصل خلي بالك ده افضل نظام للتربيه انك تقول له الحمد لله. طب الحمد لله طب انت كنت ممكن تبقى فعلا في الظروف دي طب انتوا حمدتوا ربنا على نعمه ان انتوا اخوات وفي ظهر بعض وتخبط في حته ان هم بيتخانقوا يا جماعه هو ده الواقع. فلما تحس تلاقي الام دي بتقول لابنها كده وانت واقف كده تقول الحمد لله صح. ان ربنا ما جعلكش كده. في ناس بقت القلوب قاسيه قوي والله. بص يا يوسف اوعى تقول لي دلوقتي خلص. لا لا طيب لا لسه أيوة لسه معانا وقت. حته السباحه دي بتفكرني بحاجات كده ممكن بتمر علينا في الحياه ان ربنا ممكن ينجح ناس حواليك في نفس مجالك او في مختلف المجالات وكونوا بادئين مع بعض صح. وممكن تيجي حته كده ايه عارف اللي هو عتاب النفس تيجي تقول ايه ليه يا رب انا عملت ايه تمام. ودي كلمه انا بحسها يعني بحسها من الكبائر ما ينفعش اقولها ليه يا رب بس ساعات ضعف الانسان طبعا يجي يقولها في النص. طيب مع مرور الوقت لقيت ان الابتلاءات بتعمل نضج غير طبيعي الله لاي بني ادم على وجه الارض وبتعمل هدوء من كثره ممكن الابتلاءات نفسك بقيت تتقبل اي مصيبه كده اللي هو هعمل ايه انت هادي ومبسوط هادي ومبسوط. لا بس انا بشت انا بكلمك اهو احنا على الهوا. لا بشت وساعات بتجنن وساعات بهدى. زمان كنت بشت بس
النهارده بقى في 50-50. اللي انا عايز اقول لك ان احنا من على موضوع السباحه ده، ان هي بتقول اسحقهم او بتقول والله قالت جمله عجيبه اي حاجه زي كده، هو لولا ان اللي جنبك ده بيحاول يقرب منك وبيحاول يكسبك وبيحاول انت زمانك ما كانش هيبقى عندك الدافع والزياده انك توصل. فربنا ساعات ممكن ينجح ناس حواليك علشان انت تنجح اكتر وهكذا، وهي سلسله او سلسله هرميه يعني بتوصل بعض. والله العظيم انت عايز تقول ايه اخيرا؟ والله علشان لا انت فتحت موضوع رهيب والله. حرام بقى. طيب المره الجايه نتكلم فيها حتة بس ان الابتلاءات وحتة ان ربنا يفتح على الناس اللي حواليك. انت قلت جملة رهيبة وهختم بيها، النضوج. انا من الواقع اللي انا عشناه الفترات اللي فاتت والاحداث اللي فاتت، تلاقي ناس نجحت قوي بس فجأة اما توقع قوي. صح. فاحيانا ربنا من حكمته، ونقول الحمد لله على الحتة دي، قد يكون الفتح لسه ربنا ما اذنش ان يفتح لك دلوقتي. صح. بس ربنا بيعلمنا وبيربينا وبيخلينا عندنا نضج ان ساعة المواقف الصعبة انت هتعمل ايه وتقول ايه، لانك كان ممكن قبل كده اول ما تتعصب تقول كلمة تخسرك كل حياتك. حقيقي. لكن النضوج يخليك عاقل وهادي وراسي. صح. ومش عايز الدنيا. وخلي بالك اللي مش هيجري ورا الدنيا بس هيسعى ليها، الدنيا هتجيله تحت رجليه. اللي هيفضل يجري على الدنيا وهي في قلبه، الدنيا هتجري منه وهيعيش. صح. في حتة ذل كده مش حلوة. فدايما نعيش بعزة ونقول الحمد لله، والحمد لله ان ربنا اللي بيرزقنا هو اللي موجود. ان شاء الله بإذن الله يبقى عندنا هدوء وراحة بال جميلة. شكرا لك يا يوسف، حبيبي. فقرة مميزة حبيب والله. وان شاء الله نكمل الجمعة اللي جاية في موضوع النضوج ده بالتفصيل. يعني بتفصيل بتقول مواضيع رهيبة والله بجد. يعني ربنا يكرمك. بنحاول بنجتهد والله، كلها اجتهادات. ربنا يحفظك. شكرا لك يوسف. ويا جماعة في الاول او في الاخر الحمد لله على كل شيء، وبإذن الله كده يعني نكون دايما شعوب واطفال وشباب بتساهم فعلا ان هم كلهم يساعدوا بعض، ويكون فعلا في حمد وشكر على كل نعمه، كل كبيره وصغيره في ايديكم. ومحدش بيحس بقيمه النعمه غير لما بتتاخد منه. فدايما مفكر ان ده ممكن تنام تصحى وما تلاقيهوش، هتقدر تحمد ربنا على اللي في ايدك. كده هتكون يعني وصلنا معاكم لاخر حلقتنا، ورب نكون دايما عند حسن ظنكم. وهنشوفكم بكره في نفس الميعاد الساعه 6:30 على صدى البلد 2. سلام.